اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله الدرس بتاعنا ما يعتبرش درس جديد، ده يعتبر تجميع لكل الرسومات اللي احنا رسمناها الليسون اللي فات بالنسبه للتريانجل. انا بعتبر الدرس ده درس مهم ودرس خاص لانه هيفرق كتير في مستواك في السنين اللي جايه ان شاء الله. لازم تبقى عارف كويس قوي ازاي ترسم التريانجل، ما ينفعش تبقى انت دلوقتي في جريد 4 وما تعرفش ازاي ترسم التريانجل. هنتفق مع بعضينا قبل ما تبدأ حل الرسومات، لازم تجهز ادوات الرسم بتاعتك، الرولر بتاعتك، البروتراكتور بتاعك، القلم بتاعك الرصاص يكون سنه كويس، وتبتدي تتفرج على الفيديو. انت المسألة شغالة، انت شفت خطوة بتتعمل ازاي، تعملها انت بايه بنفسك، تمشي خطوة خطوة، انا اعمل خطوة انت تعمل الخطوة دي ايه، تعمل زيها بالظبط لحد ما تفهم المسألة كويس. فهمت المسألة كويس، تحاول تحل المسألة اللي بعديها لوحدك. مشيت فيها لوحدك ممتاز، تتأكد بعد كده ان الحل بتاعك منين؟ من الفيديو. ما عرفتش تمشي فيها، اعرف غلطت في ايه وافهمها كويس، لان كل ما هتفهم نقطة انت مش عارفها انت كده بتقوي نفسك فين؟ في الماثيماتكس. هنبدأ تجميع الرسومات من اول بروبلم 9 في الاكسرسايز بتاعنا، لان دي تعتبر بداية المسائل اللي فيها الايه، اللي فيها الرسم. بروبلم 9 بيقول لي درو تريانجل اي بي سي in which الـ AB equal 4 والـ AC equal 7 والـ measure of angle A equal A 65. طالما مع بعضينا نشوف هنرسم الرسمة ازاي. أول حاجة هنحدد الـ point A. آدي الـ point A. بعد كده بيقول لي إيه؟ هنرسم الـ line segment AB equal 4 سنتيمترز، يبقى حاجة عند الـ A وامشي كده على السطر 4 سنتيمتر لحد ما اوصل للبي. كده عملنا 4 وادي البوينت بي. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هو بيقول لي انت عندك الاي سي 7 سنتيمتر، ما ينفعش ارسم الاي سي على طول لان انا مش عارف السي فين، هطلع كده هطلع كده هطلع كده مش عارف. يبقى انا في الاول لازم احدد الاتجاه بتاعي اللي هيمشي عليه السايد اللي اسمه اي سي. يبقى انا محتاج انجل، محتاج الانجل بتوضح لك الاتجاه. طب هو بيقول لي الميجر اوف انجل اي ايكوال 65. طيب طالما قال لي انجل اي يبقى اجيب السنتر بتاع البروتراكتور بتاعتي واحطه عند الايه، على الايه. طب اعد ازاي؟ اعد من هنا ولا اعد من هنا؟ بص بعينك مين هو الزيرو اللي على اللاين، ادي الزيرو اهو، شايفه هو الزيرو ده. نمشي من اول الزيرو، 0 10 20 30 40 50 60 كده 70، يبقى انا عديت ال 65. يبقى ال 65 الشرطه الايه، الشرطه دي اللي عامله 5. امشي واحط ايه، احط بوينت هنا، عدينا ال 65 احط ايه، احط بوينت. بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده اعمل خط طويل ما بين البوينت ايه والبوينت اللي انا حددتها بالبروتراكتور. ليه؟ دي هتديني راي اهو، هنرسم راي من البوينت A واصل بالبوينت دي. بعد ما عملت الراي هنعمل ايه؟ هندرو فروم البوينت اللي اسمها A، يعني هنرسم من اول A لاين سيجمنت كده على الخط ده، يعني تيجي من المسطره تحط الزيرو هنا وتعد 7 سنتيمتر لحد ما توصل للبوينت الثانيه اللي اسمها C. يبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها سي. طب بعد كده نعمل ايه؟ خلاص انا جبت الاي بي والاي سي، يبقى اللي فاضل لي ارسم الايه؟ البي سي. يبقى انا كده خلصت الرسمه بتاعتي. طيب دلوقتي مطلوب منك بعد ما شفت الرسمه كل خطوه وانت بتشوفها كده تعمل زيها. طيب تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بتقول لي ايه المساله اللي بعد كده؟ درو التريانجل LMN in which LM 3 و MN 4 وال measure of angle M equal 90. يعني نفس اللي هعمله بالظبط هنعمله تاني، هناخد سايد وبعد كده هناخد الانجل وناخد عليها السايد ده. بيقول لي then measure the length of LN، شوف لي ال LN بكام واحسب لي البريمتر بتاع التريانجل. اول حاجه عندنا هنحدد البوينت M. انا هرسم الام ان الاول عشان هو 4 سنتيمتر. دايما بنحط السايد الكبير نعمله ايه، نعمله بيز. انا حددت البوينت ام،
اجي منها كده اخد 4 سنتيمتر على السطر كده. انا عملنا 4 وصلنا لحد البوينت اللي اسمها ايه، اللي اسمها ام. طيب ينفع بعد كده ارسم الام على طول؟ ما ينفعش، احنا قلنا لازم نحدد الاتجاه الاول، يعني نرسم سايد وبعد كده انجل. طب هو بيقول لي ايه؟ الميجر اوف انجل ام ايكوال 90، يعني نيجي بالسنتر بتاع البروتراكتور على الام ونعد من اول الزيرو اللي موجود على اللاين، نعد 90 اهو، ادي الزيرو، نوصل لحد الايه؟ ال 90 اهي. ونحدد ايه؟ ونحدد بوينت. بعد ما احدد البوينت دي اعمل ري ما بين الام والبوينت دي، خط طويل كده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ انا كده قدرت احدد الاتجاه اللي هيمشي عليه السايد الثاني اللي هو 3 سنتيمتر اللي اسمه ال ام. يبقى هندرو، هنرسم من الام لاين سيجمنت ويز لينث 3 سنتيمتر لحد ما نوصل للبوينت اللي اسمها ال. الخطوات دي وانا بعملها تعملها ورايا بالظبط كده. احنا وصلنا ايه؟ خدنا 3 سنتيمتر اهو، وصلنا للبوينت اللي اسمها ال. طيب بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده المفروض بقى ان احنا هنوصل ما بين ال ال والام. يبقى انا كده خلصت الايه؟ خلصت الرسمه بتاعتي. لما نيجي نقيس بقى دي بالمسطره بتاعتنا نلاقي دي عباره عن 5 سنتيمتر. طيب ايه اللي هو طالبه تاني؟ هو كان طالب معانا البريمتر اوف ذا تريانجل. يبقى نكتب كده ذا بريمتر اوف ذا تريانجل هيكوال معانا ايه؟ البريمتر يعني كل السايدز اعمل لهم بلس، يعني ال ام هعمل له بلس الام ان، نعمل له بلس ال ايه؟ ال ان. طب الام ان دي كانت بكام؟ دي كانت 4 سنتيمتر، وال ام دي كانت كام؟ كانت 3 سنتيمتر، ودي قلنا 5 سنتيمتر، يبقى كله هيكوال كام؟ هيبقى 3 بلس 4 بلس الايه؟ ال 5 اللي هي 12 ايه؟ سنتيمتر. نيجي مع بعضينا نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 11. بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد ان ويتش اكس واي ايكوال واي زد ايكوال 6. يبقى هو مديني كام سايد؟ مديني 2 سايدز، يعني الاكس واي ده كده الاكس واي ب 6 سنتيمتر والواي زد ب 6 سنتيمتر، يبقى مديني 2 سايدز وايه؟ وانجل. يبقى زي ما كنا بنرسم بالظبط المسالتين اللي فاتوا هنرسم بالظبط المساله دي. نحط مين از ابيز؟ يعني نرسم مين تحت؟ اي واحد فيهم. يبقى هنرسم سايد وبعد كده ناخد الانجل واخد السايد الثاني على الري اللي خدته من الانجل وبعد كده نشوف هو طالب ايه. تعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجه عندنا نحدد البوينت اكس، وبعد كده نرسم اكس واي 6 سنتيمتر، وانا بشتغل تشتغل معايا بالمسطره والقلم بتاعك. يبقى انا وصلت للبوينت اللي اسمها مين؟ البوينت اللي اسمها واي. طيب بعد كده هو بيقول لي طيب بعد كده نعمل ايه؟ المفروض ان نرسم السايد الثاني. احنا اتفقنا مع بعضينا ان السايد الثاني ما بيطلعش الا على الري اللي خارج من الانجل، يبقى انا لازم ارسم الانجل الاول. طيب الانجل اللي هو مديهاني المره دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، يبقى لازم عند الواي اقف، ما اقفش بقى المره دي، ما اقفش عند الاكس، اقف عند الواي. طب لما اجي اعد ال 60 هنعد زي ما بنعد من كل مره من الزيرو ده؟ لا، المره دي اعد من الزيرو ده، لان احنا قلنا هنشتغل من الزيرو اللي على اللاين. طب فين ال 60 بقى؟ اهو ادي 0 10 20 30 40 50 60. يبقى همشي لحد ما اقف عند البوينت ايه؟ البوينت دي. يبقى هو ده الاتجاه اللي همشي عليه. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل الري اللي بنعمله كل مره من البوينت واي، خط طويل اوصله بالبوينت دي. بعد ما خدت الخط الطويل ده انا كده جاهز ان انا ارسم السايد الثاني اللي هو قال لي عليه اللي هو الواي زد. هندرو من البوينت واي
لاين سيجمنت كده خط طوله 6 سنتيمتر لحد ما اوصل للبوينت زد. يبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها زد. وبعد كده نوصل مين؟ خلاص اوصل بعد كده الاكس بالايه؟ بالزد. يبقى في المثلث بتاعي هو طالب مني بعض المطاليب، بيقول لي عايز اللينس اوف اكس زد. يبقى انا بالرولر بتاعتي اقيس الاكس ايه؟ زد، هتلاقيها 6 ايه؟ سنتيمتر. طيب انا في الاول كنت جايب الاكس واي ب 6 سنتيمتر والواي زد 6 سنتيمتر. لما تيجي تبص بعينك تلاقي هنا 6 سنتيمتر و6 و6، يبقى ده الترينجل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايكولاترال ترينج، تمام؟ طيب وخد بالك احنا ايه؟ دي واخدينها 60. طب احنا اتفقنا ان الايكولاترال ترينجل ده ماله؟ ده ترينجل كل الانجلز بتاعته ايه؟ 60. تمام؟ طب ايه المطلوب الثاني؟ هو بيقول لي عايز التايب اوف ذا ترينجل اكوردنج تو اللينسز اوف اتس سايد. اكوردنج تو اللينسز يبقى الاجابه بتاعتي اللي هو ايكولاترال ترينجل. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز التايب اوف ذا تريانجل اكوردنج تو ذا ميجرز اوف اتس انجلز. طب احنا الانجلز بتاعتي مين اكبر واحده فيهم؟ ال 60، كلهم قد بعض، يبقى هنعتبر ان ال 60 اكبر واحده. يبقى التريانجل ده اسمه ايه؟ اسمه اكيوت انجل تريانجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. بروبلم 12 هنخليها ايه؟ هنخليها هوم ورك. دي كده تبقى ايه؟ تبقى هوم ورك. طبعا سهله جدا. هنرسم الترينجل دي اي اف. هناخد الاول دي اي 5، اعمل الانجل 80 من البوينت اي، وبعد كده اخد عليها الايه؟ ال 6 سنتيمترز، واقفل الترينجل بتاعنا. وبعد كده نشوف الايه اللي هو طالبه. بيقول لي وات از ذا سام اوف ميجرز اوف تو انجلز اف دي اي ودي اف اي. الانجلز الثانيه هتقيسها بالبروتراكتور وتشوف الانجلز عباره عن ايه. هو بيقول لك اه يوز البروتراكتور عشان تجيب الانجل دي، وبعد كده كالكوليت الانجل دي وزاوت ميجرنج. يعني ايه وزاوت ميجرنج؟ انت عندك واحده وجبت الثانيه، تعمل الاثنين صم واللي يطلع نعمل 180 ماينس الايه؟ الصم اللي انت جبته. ويقول لك وات از ذا تايب اوف الترانجل ده اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز. طبعا دي ايه؟ سهله، هتشوف اكبر انجل عندك وتحدد على اساسها الايه؟ التراك. نيجي بروبلم 13. بروبلم 13 بيقول لي درو تراينجل اي بي سي، اي بي ايكوال بي سي ايكوال 4، يعني ايزوسلس لان في اتنين زي بعض. وبيقول لي الميجر اوف انجل بي ايكوال 70، يعني هرسم الاي بي الاول وبعد كده اخد الدايركشن بتاع ال 70 وارسم عليه السايد الايه؟ التاني. وبيقول لي بعد كده ديترماين التايب اوف ذا تريانجل اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز تو ذا لينسز اوف اتس سايد. تو ذا لينسز اوف اتس سايد دي سهله، ان انا عندي التو سايدز دول زي بعض يبقى على طول هيطلع ايزوسلس. يبقى احنا هنشوف اكوردنج تو الميجر اوف اتس انجلز هيطلع كام بعد ما ايه؟ بعد ما نرسمها. تعالوا نشوف هنرسمها مع بعضينا ازاي. اول حاجه هنديترماين البوينت ايه، ومن البوينت A ناخد 4 سنتيمتر لحد ما نوصل للB. بعد كده نحدد الدايركشن بتاع الانجل اللي هو 70 ديجريز. وبعد كده ناخد الري اللي بناخده كل مره من البوينت لحد البوينت بتاعت الايه؟ بتاعت ال 70، اتجاه ال 70. نعمل الري دوت اللي هو الاتجاه اللي هيطلع عليه السايد التاني. وبعد كده نرسم السايد التاني من البوينت بي، نعمل 4 سنتيمتر زي ما هو اللي هو قال لي 4 لحد ما اوصل للبوينت سي. بعد ما اوصل للبوينت سي اقدر بسهوله جدا اقفل الترينجل بتاعي عن طريق ان انا ارسم الايه؟ اوصل الايه بالسي. نيجي بعد كده نكتب المعلومات بتاعتنا على الرسمه. الاي بي عندنا 4 سنتيمتر، وعندنا البي سي 4 سنتيمتر، وعندنا الانجل بي عندي 70،
لما نيجي بالبروتراكتور بتاعتنا ونقيس الانجل A ونقيس الانجل C، هنلاقي ان الانجل A عبارة عن 55 degrees، ونلاقي الانجل C عبارة عن 55 degrees. طيب يبقى الـ according to الـ measure of its angles ده عبارة عن ايه؟ مين اكبر انجل عندي؟ اكبر انجل عندي 70. نوعها ايه؟ نوعها اكيوت. يبقى الترينجل ده الطيب بتاعه اكيوت انجل ترينجل. طيب according to الـ measures of its sides، لما تيجي تبص بعينك تلاقي ان الـ AB قد مين؟ قد الـ BC، في تو سايدز زي بعض، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايزوسليس ترينجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 14. ودي بدايات المسائل اللي هي بتاعت رسم الترينجل عن طريق ان هو يديني تو انجلز. كل المسائل اللي شفناها قبل كده كان بيديني تو سايدز ومعاهم انجل. تعالوا بقى نشوف ازاي هنرسم الترينجل لما يديني سايد واحد وتو انجلز. هنعمل ايه؟ هنرسم السايد ده الاول، وبعد كده من البوينت A نعمل ري عند الدايركشن بتاع ال 50، ومن عند ال B اعمل الانجل 75 واعمل ري. التو ريز دول هيحصل لهم انترسكشن في نقطه هي البوينت A، هي البوينت C. تعالوا نشوف هنعملها زي ما بعضينا كده. اول حاجه هنرسم مع بعضينا ال A B equal 6 سنتيمترز، ادي البوينت A ومن عندها ارسم 6 سنتيمترز لحد ما اوصل للبوينت B. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده باجي عند البوينت A واحط البروتراكتور بتاعتي. هو قال لي الميجر اوف انجل A equal كام؟ equal 50 degrees. يبقى احط السنتر على الA وعد من اول الزيرو لحد ما اوصل لل 50. طب همشي من عند انهي زيرو؟ الزيرو ده ولا الزيرو ده؟ تمام، بنمشي من على الزيرو الا على اللاين، يبقى همشي من الزيرو ده. نعد 0 10 20 30 40 50، يبقى احط البوينت بتاعتي هنا. وبعد كده اعمل ري طويل، يبقى هو ده الري او الاتجاه بتاع الانجل 50. هو ده الري بتاع الانجل ايه؟ الانجل 50. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نروح بالبروتراكتور على البوينت بي. قال لي ايه؟ قال لي الميجر اوف انجل بي ايكوال 75. يبقى احط السنتر عند البي وامشي من هنا كده لحد ما اوصل لل 75. فين الزيرو؟ الزيرو اهو، يبقى همشي من بره 0 10 20 30 40 50 60 70. يبقى ال 75 البوينت تبقى فين؟ تبقى هنا كده. بعد ما عملتها ناخد الري بقى من اول البوينت بي واطلع لحد البوينت ده، ناخد ري طويل كده. يحصل ايه؟ يحصل ان التو ريز يحصل لهم انترسكشن في بوينت اسمها سي. هي دي البوينت اللي انا بدور عليها. البوينت سي از انترسكشن بتوين التو ريز. الانجل دي والانجل دي عملوا لي تو ريز، الانترسكشن اداني البوينت اللي انا بدور عليها اللي هي ايه؟ اللي هي سي. وبعد كده نوصل الاي سي ونوصل البي سي. في الاول انت التو ريز دول انت راسمهم بالقلم الرصاص بخط رفيع قوي، يعني الري ده انت راسمه بالقلم الرصاص بخط رفيع قوي، والري ده بنرسمه بالقلم الرصاص بخط رفيع. بعد كده نعمل ايه؟ نتقل بقى على الحته دي من اول ال لحد السي نتقل عليها، ومن اول البي لحد السي نتقل عليها. المساله اللي بعد كده بروبلم 15 بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد، نفس الكلام مديني تو انجلز وسايد. يبقى هنرسم السايد ده الاول از ابيز، وناخد بعد كده كل انجل من دول اخدها بالبروتراكتور واطلع ري. التو ريز هيحصل لهم انترسكشن في نقطه، النقطه دي هي الايه؟ هي البوينت الثالثه اللي هتبقى اسمها الواي اللي هو مديني الاكس زد. وبعد كده اوصل الايه؟ التو سايد. وبعد كده بالرولر بتاعتي اجيب المطلوب اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعضينا ازاي. اول حاجه نحدد البوينت اكس، ومن عندها ناخد لاين 10 سنتيمترز لحد ما اوصل للبوينت زد. يبقى هي دي البوينت زد، انا واخد 10 سنتيمترز. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي الميجر اوف انجل زد ايكوال 60 ديجري.
يبقى اجي عندي اقف عند الزد كده بالسنتر بتاعي، والزيرو اللي على اللاين اللي هو الزيرو ده اعد من التدريج اللي عنده، يبقى 0 10 20 30 40 50 60، يبقى احط بوينت ايه هنا واخد راي طويل، ناخد خط طويل. وبعد كده نيجي على ايه، نيجي عند الناحيه الثانيه، هو قايل لي ايه، قايل لي الميجر اوف انجل اكس ايكوال كام، ايكوال 30 ديجري، يبقى اعد 30، اعد منين، من الزيرو اللي على اللاين، امشي كده 0 10 20 30، يبقى ايه الثيرتي الشرط اهي، يبقى احط بوينت هنا واخد من عندها راي طويل. التو ريز زي ما انتم شايفين حصل لهم انترسكشن في نقطه، النقطه دي اسمها ايه، اسمها نقطه واي اللي انا بدور عليها اهو، البوينت واي دي الانترسكشن بتوين التو ريز. بعد كده نعمل ايه، نوصل الاكس واي والزد واي ونشوف اللي هو عايزه، هو عايز اللينس بتاع الواي زد، انت ممكن تقيسه بالايه، بالرولر بتاعك. نيجي مع بعضينا نشوف بروبلم 16، بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد ان ويتش اكس واي ايكوال 5، مديني سايد ومديني الميجر اوف انجل اكس ايكوال الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، ومديني تو انجلز، يعني هستعمل البروتراكتور مرتين وهعمل تو ريز، والتو ريز هيحصل لهم انترسكشن في نقطه. طب الانجل اكس بكام؟ الانجل اكس ب 60، هو قال لي ده ايكوال ده ايكوال 60، يبقى الاثنين ب 60. وبعد كده هنشوف الانجل زد ايكوال كام، وهنشوف مجموعه الحاجات اللي هو ايه اللي هو عايزها. وبعد كده بيقول لي ذا تايب اوف ذا تريانجل اكوردنج تو ذا ميجر اوف اتس انجلز عباره عن ايه. تعالوا نشوف كده هنرسمها ازاي مع بعضينا. اول حاجه نحدد البوينت اكس، وبعد كده ناخد 5 سنتيمتر لحد ما اوصل للبوينت واي، هي دي البوينت واي. قال لي الميجر اوف انجل اكس ايكوال 60، خلاص بقى احنا اتعلمنا، يبقى اجي عند الاكس واحط السنتر بتاع البروتراكتور واعد من الزيرو اللي على اللاين لحد فين، لحد ال 60، واخد راي طويل. بعد كده قال لي الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، يبقى اقف بالسنتر عند الواي وناخد ال 60 نعد من الزيرو اللي على اللاين اللي هو هيبقى من الناحيه الثانيه المره دي، واخد البوينت هنا واخد راي طويل. تو ريز هيحصل لهم انترسكشن في نقطة، النقطة دي اللي هتبقى النقطة اللي اسمها زد. أنا التو ريز بتوعي أنا واخدهم بالقلم الرصاص بخط رفيع، يعني ده كده بخط رفيع قوي وده كده بخط رفيع قوي. بعد ما اخد البوينت زد نوصل اكس زد نتقل على الخط دوت، ونوصل الواي زد نتقل على الخط ايه؟ على الخط دوت. تعالوا نكتب المعلومات اللي احنا استعملناها على الرسمة بتاعتنا. الاكس واي 5 سنتيمترز، عندي الميجر اوف انجل اكس ايكوال 60 ديجريز، وعندي الواي 60 ديجريز. طيب هو طالب ايه؟ بيقول لي عايز الميجر اوف انجل زد. لو انا عندي واحده 60 و60 اجيب الثالثه ازاي؟ طبعا هي هتبقى 60، لكن لو احنا عايزين نجيبها نجيبها ازاي؟ زي ما اتفقنا نعمل الاثنين دول بلس 60 بلس 60، 0 بلس 0 يديني 0، 6 بلس 6 ايكوال ايه؟ 12. اعمل ايه بعد كده؟ اقول 180 ماينس 120، 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 2 يديني 6، و1 ماينس 1 يديني 0. يبقى الانجل دي بكام على طول؟ يبقى الانجل دي ب 60 ايه؟ ديجريز. طيب هو بيقول لي ايه؟ عايز اللينس اوف واي زد اند زد اكس. طب لما يكون 60 و60 و60 يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايكوالاترال، واحنا عرفنا ان الايكوالاترال كل السايز بتاعته قد بعض. يبقى طالما ده 5 يبقى اكيد ده برضه 5 سنتيمتر، وده كمان 5 ايه؟ سنتيمترز. يعني اللينس اوف واي زد، يعني الواي زد عندي هتيكوال 5 سنتيمترز، والايه؟ والزد اكس ايكوال 5 سنتيمترز. طيب اخر حاجه طالبها مني، عايز التايب بتاع التريانجل اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز، هو الانجلز بتاعته كلها اكيوت، يبقى التايب بتاعه ايه؟ اكيوت انجلد تريانجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 17،
بيقول لي draw triangle LMN in which MN يعني مديني side ب 6 سنتيمتر ومديني الانجل M ب 40 والانجل N ب 70. يبقى زي ما بنعمل هناخد السايد ده الاول وبعد كده اخد الانجل دي واعمل ري واخد الانجل دي واعمل ري والانترسكشن يبقى هي البوينتز اللي اسمها ايه اللي اسمها ايه. في حبه طلبات بعد ما نرسم الرسمه هنشوف هو عايز ايه. تعالوا كده مع بعضنا نشوف هنرسم الرسمه ازاي. اول حاجه هنحدد البوينت ام واخد من عندها لاين سيجمنت ام ان 6 سنتيمتر امشي كده بالايه على السطر كده لحد ما اوصل للبوينت اللي اسمها ان. قال لي ايه بعد كده؟ قال لي الميجر اوف انجل ام ايكوال 40. يعني حاجة احط السنتر عند الام ومن الزيرو اللي على اللاين اعد لحد ال 40 واخد نقطة واخد ري طويل بالقلم الرصاص بخط رفيع. كده اهو بعد كده ناخد ري طويل من اول الام لحد البوينت دي. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي عندي الميجر اوف انجل ان ايكوال 70. يبقى اجي احط السنتر عند الان ومن اول الزيرو اللي على اللاين التدريج البعيد اعد لحد ال 70 اخد نقطه واعمل ريل بقلم رصاص بخط رفيع لان انا بعد كده حاجه تقل على الصايد. يحصل لي بقى بوينت عندي حصل لها انترسكشن ما بين التو لاينز هي هتبقى البوينت ايه؟ البوينت ال. يعني البوينت ال از انترسكشن بتوين ذا تو ريز. هي دي البوينت ال. بعد كده نتقل على الام ال ونتقل على الان ال يبقى انا كده رسمت الايه؟ التريانجل بتاعي. قبل ما نشوف الطلبات اللي هو عايزها مننا نحط البيانات بتاعتنا على الرسمه. انا عندي الام ان بكام؟ ب 6 سنتيمتر يبقى دي 6 سنتيمتر. عندي ايه تاني؟ الميجر اوف انجل ام ايكوال 40 يبقى دي كده 40 ديجريز. الميجر اوف انجل ان ايكوال 70 يبقى كده دي 70 ديجريز. عايز ايه هو بقى؟ وزاوت يوزنج البروتراكتور من غير ما تقيسها بالبروتراكتور عايزين الانجل ال. طبعا احنا حالين زيها في الاكسرسايزز كتير. بنعمل ايه في الحته دي؟ انا ما يجي لي تو انجلز اعمل لهم الاثنين بلس يبقى انا عندي 70 بلس ال 40. 0 بلس 0 يديني 0، 7 بلس 4 يديني 11. يبقى انا عرفت ان الاثنين دول 110. كنا بنجيب الثالثه ازاي؟ اقول 180 عشان هم كلهم 180 اخد منها بقى مين؟ ال 110 يعني ماينس 110 يديني ايه؟ 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 1 يديني 7، 1 ماينس 1 يديني 0 ما اكتبوش. يبقى مين بقى ال 70 دي؟ يبقى هي الانجل دي كده هي ال 70 ايه؟ 70 ديجري. يبقى لما اجي اكتبها اقول له ايه؟ اقول له كده الميجر اوف انجل ال ايكوال كام؟ ايكوال 70 ديجريز. ام دي يعني كلمه اختصار لكلمه ميجر، واحنا قلنا ان السيمبل ده يعني انجل. وادي الايه؟ وادي الليتر بتاع مين؟ ال ال اللي هو اسم الايه؟ اسم الانجل. طيب بعد كده قال لي ايه؟ قال لي وات از ذا تايب اوف ذا تراينجل اكوردنج تو الميجر اوف ايتس انجلز. يعني حسب الانجلز بتاعته اسمه ايه؟ لما تيجي تبص بعينك نطلع اكبر انجل، اكبر انجل عندي ال 70 يا دي يا دي. طب ال 70 دي اكيوت ولا رايت ولا اوبتيوز؟ لا ال 70 عباره عن اكيوت انجل. يبقى اسم التراينجل ايه؟ على اسم الانجل اكيوت انجل تراينجل. جميل. ايه طالب تاني؟ يقول لي what is the type of the triangle according to its side lenses. على حسب السايد lenses بتاعنا هيكون ايه؟ لما تيجي انت وبيقول لك measure the lenses of the side، قيس الايه؟ قيس السايد. لما هنيجي نقيس مع بعضينا ال ام ال دي قيسها بالرولر هيطلع معاك 6 ايه؟ 6 سنتيمتر. هتلاقي ان السايد ده قد مين؟ قد السايد ده. طيب طلع عندي تو سايدز ايكوال يبقى الترينجل ده اسمه ايه؟ اسمه ايزوسليس ترينجل. نيجي نشوف مع بعضينا بروبلم 18. بيقول لي درو ترينجل اي بي سي ان ويتش اي بي ب 10 والميجر اوف انجل اي 55 وبي 35. يعني تو انجلز وايه؟ وسايد. هنرسم السايد الاول تحت از ابيز وبعد كده ناخد الانجل دي ونطلع ري والانجل دي ونطلع ري والتو ريز يحصلوا انترسكشن في البوينت اللي اسمها سي.
وبعد كده نجيب الطلبات اللي هو ايه عايزها مننا. تعالوا نشوف هنرسمها ازاي مع بعضينا. اول حاجة نحدد البوينت ايه، وبعد كده ناخد اللاين سيجمنت اي بي 10 سنتيمتر بالرولر بتاعتنا على السطر لحد ما اوصل للبوينت بي. في المسألة هو كاتب لي ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 55. نيجي بالسنتر عند البوينت بتاع البروتراكتور عند البوينت اي، وامشي من اول الزيرو اللي على اللاين، امشي اعد 55. هنا 50، ال 55 ما بين ال 50 وال 60، يبقى عند الايه عند الشرطة دي احط بوينت واخد ري طويل. الري ده الدايركشن اللي هيحصل له انترسكشن مع الري التاني. طيب قال لي ايه كمان؟ قال لي عند البوينت بي خد انجل، الانجل 35. يبقى نقف بالسنتر عند بي واعد من اول الزيرو اللي من الناحيه الثانيه، امشي لحد ال 35 واخد بوينت هنا واطلع ري طويل. التو ريز زي ما انتم شايفين هيحصل لهم انترسكشن في البوينت اللي هي البوينت ايه؟ البوينت سي بتاعتي. طيب انا التو ريز اللي انا كنت واخدهم دول، اللاين ده الكبير ده واللاين ده، انا باخدهم بالقلم بتاع الرصاص بخط رفيع. بعد لما بخلص اتقل بقى من اول الحته دي لحد اتقل على السايد ده واتقل على السايد التاني. اهو نتقل على الاي سي ونتقل على ايه؟ البي سي. بعد كده نكتب المعلومات اللي احنا استعملناها على الرسمه بتاعتنا، ودي مهمه جدا. الاي بي عندي 10، يبقى نكتب 10 سنتيمتر. ايه كمان؟ الميجر اوف انجل ايه 55، يبقى اكتب هنا كده 55 ديجريز. ايه كمان؟ الميجر اوف انجل بي 35، ودي 35 ايه ديجريز. تعال نشوف الطلبات اللي عايزها مننا. اول حاجه بيقول لي الميجر اوف انجل سي. عندك طريقتين، الانجل هو مش محدد لك، ما قالكش وزاويه يوزنج البروتراكتور. يبقى ممكن تيجي هنا بالبروتراكتور وتقف بيها هنا وبالسنتر عند السي وتقيس الانجل دي. لما هتقيس الانجل دي هتلاقيها معاك 90 ديجريز، يبقى دي كده 90 ديجريز. طب ممكن اجيبها بطريقه ثانيه؟ الطريقه بتاعتها اللي متعودين عليها، اعمل الاثنين دول بلس، يعني ال 55 بلس ال 35 هتيكوال معانا كام؟ 5 بلس 5 10 0، هنكاري اب 1. 1 بلس 5 از 6 بلس 3 از ايه؟ is 9، يعني 90 degrees. بعد كده اعمل ايه؟ اقول 180 minus mean minus 90. 0 minus 0 يديني 0، 8 minus 9 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 1 ده اللي هو هناخده كله، يبقى 18 minus 9 يديني كام؟ يديني 9. يعني الانجل دي ممكن اطلعها بطريقتين، يا اما بالبروتراكتور يا اما بايه؟ يا اما بالكالكوليشن زي ما متعودين نحسبها كده. طيب ايه السؤال اللي بعد كده؟ بيقول لي عايز الطيب of the triangle ABC according to the measures of its angles. according to the measure of its angles، احنا شايفين ان انا عندي اكبر انجل اهي. اكبر انجل دي اسمها ايه؟ اسمها رايت. رايت انجل، يبقى الترينجل بتاعي اسمه رايت انجلد ترينجل. وبعد كده بيقول لي عايز اللينسز اوف اتس سايدز. دي بقى ممكن تعملوها انتوا بالرولر كده، تشوف دي كام ودي ايه ودي كام. نيجي لبروبلم 19، بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد ويتش از رايت انجلد ات واي. رايت انجلد ات واي يعني ايه؟ يعني هو مديك كده بالظبط الميجر اوف انجل واي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. يبقى هو مديك انجل اهو. طيب ومديني الواي زد بكام؟ ب 5، ومديني الزد بكام؟ ب 60. يبقى كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ هنرسم الاول الواي زد ب 5 زي ما احنا متعودين، واجي عند الواي اخد انجل 90 واطلع ري، وعند الزد اخد انجل 6 واطلع ري. التو ريز هيحصل لهم انترسكشن في البوينت ايه؟ في البوينت اكس. طيب انا هنسيب دي كده، هنسيبها ايه؟ هنسيبها هوم ورك ان شاء الله. يبقى في الاكسرسايز كله انا سايب لكم مسالتين بس هوم ورك. نيجي مع بعضينا نشوف اخر مساله اللي هي مساله السينك اند انسر. تعالوا نشوف ايه الفكره بتاعتها. بيقول لي درو تريانجل اي بي سي ان ويتش الميجر اوف انجل اي ايكوال 70 والانجل بي ايكوال 30 والاي سي ايكوال 4. هتقول لي يا مستر سهل، ما احنا زيها كتير. خد بالك هو مديك هنا تو انجلز، بس السايد ده اي سي، احنا متعودين يجي لنا الاي بي وناخد الانجل اي ونطلع ري، ومن ناحيه بي ناخد الانجل بي ونطلع ري، يحصل لهم انترسكشن في سي. المره دي هو مديك الاي سي،
يبقى طالما هو مديني الاي سي يبقى انا لازم اجيب الانجل سي. انا عندي لان انا كده كده لازم هرسم ده الاول، انا هرسم السايد ده الاول وعندي الانجل ايه، يبقى انا محتاج اجيب الانجل سي. طيب هل المعلومات اللي عندي في المساله تقدر تخليني اجيب الانجل سي؟ اه ينفع اجيب الانجل سي، لان احنا اتفقنا لو انت عندك اي ترانجل في الدنيا في تو انجلز ممكن اجيب الثالثه. لو التو انجلز معروفين اجيبها ازاي؟ اعمل الاثنين دول بلس واقول ان الثالثه هتيكوال 180 ماينس الحاجه اللي ايه، ماينس اللي هيطلع لك هنا. يعني هنعمل هنحل المساله ازاي؟ اول حاجه اقول كده الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي ايكوال 70 بلس ال 30 اللي هتديني كام؟ هتديني 100. يبقى انا ممكن اجيب الميجر اوف انجل سي، يبقى الميجر اوف انجل سي هتيكوال معايا 180 ماينس ال 100 اللي هي هتديني 80 ديجريز. يبقى انا قدرت اجيب الانجل سي ب 80 ومش هبص خالص بقى لمين؟ لبي خالص. يعني بي دي انا استفدت بيها ان انا جبت الايه؟ السي. وهحل المساله ازاي؟ ان الاي سي ب 4 وعندي انجل اي الميجر بتاعها ب 70 وعندي انجل سي الميجر بتاعها بكام؟ ب 80. تعالوا نشوف هنحلها مع بعض ازاي؟ اول حاجه هنعملها هنرسم الاي سي 4 سنتيمترز. ادي البوينت A، اخد بالرولر 4 سنتيمتر لحد ما اوصل للبوينت C. المره دي C بقى مش B. وبعد كده قال لي الميجر اوف انجل A ايكوال 70، ناخد من عند ال A 70 وناخد ري، اعد من 0 لحد ما اوصل لل A لل 70 يبقى البوينت هنا واطلع ري. الري ده بنعمله بالخط الرفيع عشان بنرجع نتقل عليه. طيب الميجر اوف انجل سي دي انا حسبتها، هو ما ادهانيش في المساله لكن انا حسبتها. اجي من عند السي واحط السنتر بتاعي بتاع بروتراكتور ونعد من الزيرو اللي على الايه اللي على اللاين لحد ما اوصل لمين؟ للايت بتاعتي. وبعد كده اخد لاين طويل واخد ري بخط رفيع. التو ريز هيحصل لهم انترسكشن فين؟ في نقطه، النقطه دي هنسميها المره دي نقطه بي. وبعد كده اوصل الاي بي ووصل الايه البي سي. بعد كده نكتب المعلومات بتاعتنا على الرسمه. هو بيقول لي الاي سي بكام؟ ب 4 سنتيمتر، يبقى الاي سي ب 4 سنتيمتر. الميجر اوف انجل اي 70، الميجر اوف انجل بي موجوده ب 30، الميجر اوف انجل سي احنا حسبناها ب 80. تمام؟ تعالوا نشوف بقى الطلبات اللي هو عايزها. بيقول لي ايه؟ Determine the type of the triangle according to the measures of its angles. يبقى انا بروح ادور على اكبر انجل، مين اكبر انجل؟ اكبر انجل ال 80. طب دي نوعها ايه؟ نوعها اكيوت. يبقى الترانجل اسمه ايه؟ اسمه اكيوت انجلد ترانجل. وبعد كده بيقول لي عايز الطيب بتاع التريانجل اكوردنج تو اتس سايد لينسز. دي هحسبها لكم هوم ورك تشوف دي هيطلع كام وده هيطلع كام، وهو هيطلع كده كده سكالين تريانجل. طيب بكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع التريانجل، ليسون في غايه الاهميه، مهم جدا 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 ترسمه بايديكم. يعني كل مساله احنا اشتغلنا فيها لازم كل خطوه بتتعمل قدامك تعملها انت ايه على الورقه بتاعتك. ومش هاكد المسائل اللي سيبناها هوم ورك لازم نعملها، والهوم ورك الاساسي بتاعنا اللي هو الورك شيت اللي على اللسون. وبالتوفيق ان شاء الله.